السلام عليكم خاوتي أزول، تحية لكل شاب زائري داخل وخارج الوطن، وتحية عاطلة لكل شعوب المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا. تحياتي خاوتي، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذا العيد المبارك. تحية لكم وتحية عاطلة لكل الأمة الإسلامية. مرحبا بكم في قناة أورو في نكدي زاد، قناة أخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية، ومحاربة الفساد الرياضي بكل أنواعه. ولسنا تابعين لأي طرف. خوتي، نعود لكم بعد غياب طفيف. الله يقطعكم خوتي. العيد إنسان يذبح، يعيش ذيك العيد مع العائلة الكريمة أحسن من الكلام في هذه آخر الأيام المباركة. حصة اليوم نتكلموا على الضجة اللي وقعت في ثاني أيام أو أول أيام العيد المبارك حول تصريحات رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجة، الرئيس القوي في دواليب الكاف والعضو الفعال في الاتحاد الدولي لكرة القدم. قام بتصريح في البرلمان المغربي، قام بتصريح أحدث ضجة عند الكوتي عندنا في البلاد في الجزائر. وأنا التصريحات لم تفاجئني إطلاقا، ولكن بعض الناس بخرجوا بتغريدات وبكلام وكذا وكذا. سنسمع إن شاء الله واش قال فوزي لقجع في البرلمان المغربي، وسيكون لنا كلام مفصل ومفصل جدا بإذن الله. تبعوا معنا التصريحات فوزي لقجع. لمدينة فاس، أعتقد بأن مدينة فاس اليوم تتوفر على مركب كبير كيتسع أكثر من 40,000، وهذا المركب إن شاء الله سيحظى بشرف أولا تنظيم مباريات كأس أفريقيا سنة 25 اللي غيحصل عليها بلدنا، وثانيا بشرف احتضان كأس العالم وغيكون في المدن المترشحة ل 2030. لمدينة فاس، أعتقد بأن مدينة فاس اليوم تتوفر على مركب كبير كيتسع أكثر من 40,000، وهذا المركب إن شاء الله سيحظى بشرف أولا تنظيم مباريات كأس أفريقيا سنة 25 اللي غيحصل عليها بلدنا، وثانيا بشرف احتضان كأس العالم وغيكون في المدن المترشحة ل 2030. فوالا خاوتي، سمعتوا واش قال رئيس الجامعة الملكية المغربية؟ تكلم بكل رزانة وبكل حنكة وبكل قوة. قال باللي ملعب فاس هذه مدينة واقعة في شرق المغرب، طريق مكناس ووجدة، وانا زرتها كان عندي الشرف زرتها في 2003، رحت سيدي حرازم مولا يعقوب وقريبة الإفرام بحوالي 150 أو 660 كيلومتر، وضربت تحميمة شابة عند مولا يعقوب الله يبارك. ولا خوتي لقجع قلب اللي ملعب فاس غادي فيه ترميمات 40,000 متفرج، اللي غادي يكون شرف تلعب فيه الكان 2025 اللي غادي تديها بلادنا. هذا الكلام أحدث ضجة في ألجيريا، أحدث ضجة والناس بتتكلم. بس على علاقة تندهشوا السيد متيقن بأنه عنده ملف قوي، وملف قوي وقوي جدا، ملف المغربي أحببنا أم كرهنا، ملف قوي وقوي جدا في الكوتي كواليس. وحتى الملاعب عندهم ملاعب معشوشبة طبيعيا، عندهم ملاعب. احنا عندنا دو ستاد وستاد بغينا نقضوا بهم العالم، لأن جوج تاع لي ستاد والغاز والله يجيب الخير وكل شيء. سيد تشتغل الكافي لعبها دايرها خاتم في يده، لو كنتوما باش تدولها لاكان من بعد تخرج الناس تقول لك لازم ريتيرو ونشتكو. شاتشتكي هاك في عقلك ولا شاركت دار ولا قمت؟ احنا قلنا لكم في اكتوبر الفي، قلنا لكم بلي ما تحطوش لا كونديداتور، راكم غلطتوا، الماتش راه مبيوع. ولكن نو، عندنا ملف خرج زبزاف القرعه تاع الشان، وصديقي الدكتور موتسيبي اعلن ان الجزائر ستحتضن كاس افريقيا 2005. تي قلتو عندها مابا 3 ايام في الجمعيه العامه تاع بني ويوي تاع الحاج اللي دوك نتكلموا عليها، قال باللي الملف ثقيل ولا كوب دافريك راهي في الجيب ونورمال، وبلاصتي في البيرو اكزيكوتيف تاع لاكاب غادي نديها كونت الشلماني.
واحد ما خرج هدر وقال باللي لازم الجزائر تقول باللي لا كندا. وحنا السيد خرج في البرلمان تاعها قال باللي غادي نحصلوا على كان 2025 وغادي نحصل عليها اصلا. احنا قلناها عندها عده شهور وقالوها الناس داوها من عندنا وراكم تهضروا غير بدوك الناس اللي قالوها. بصح حنا اللي قلناها الاولى نورمال لا حدث معليش. بصح حنا الحمد لله فخر الناس قويين في الصحافه وفي لي ريزو سوسيو راهم يدوا من عندنا المعلومات صافي بليزير. ولكن من هذا ما بنقول باللي بوزغزغ لم يخطئ. ناس خرجوا لازم الجزائر تنسحب من التريتيري لا كونديتا تنسحب من الترشيحات وتشتكي الكاف بلي مبيوعه. علاش ها انتم ممكن تكونوا فور في الكواليس ما كانش ليها نشعكم. بس هو السيد كواليس بالله عليها باسكو لقاكم انتم ضعف لقانا احنا ضعف لقى اتحاديه الهيشر ولقى ناخب وطني يعين رؤساء الفاف يعين غير الناس الفاشلين البلي ويوي من عماره الفاف وروح يا منزطي واش راهي داخله في حي. ولكن ما جبتو جبتو لنا بزاف كالي تقريقش اش ما كان حتى حاجه اللي تصلح فيه. وزيد نقول لك علاش القجع قال بلي بلادي غادي تنظم بلادها نورمال وكان على بالنا. وقبل ما من قبل ما تنقلع كاع التنظيم تاع غينيا وقعت سقف صفقه في شهر جويليه العام اللي فات. والمغرب هضروا مع لا غيني كوناكري قالوا نعاونوكم زيدوا عاونوكم زادوا لهم برولونغاسيون باش قالوا نعاونوكم نجيب لكم دي كريدي نجيب لكم ديك. بعد لاكيني قالت لك انا ما نقدش. ايوا المروك دوموندا لاكور مع لاكيني قال لهم معليش غادي كنت تريتيرو نتوما انا نديها باسكو ما عندهم علاقه بها وطيده لاكيني مع المروك. وتجي انت دقيقه التاليه بكرافطه وضحكه تاع قريقش تاعنا تاع لا فيديراسيون زبزاف باغي تديرها كانت عند 2025 سهله انت دقيقه التاليه تلعبها تحرش. قلنا لكم بلي موت سي بي راكم توكلوا فيه باطل. قلنا لكم موت سي بي ما ديروش عليه ما عنده حتى مبدا ما عنده حتى قوه في لاكاف. قلنا لكم بلي عاطينهم طائره رئاسيه تعطوهم في البرنوس برنوس تاع البر تاع الابل تعطوه لهم في هذاك الوالي تاع الشتاء الي روتور وجايب لهم جمعيه الشتاء وتعطوهم. قلنا لكم بلي ما غادي يديروا والو يا هذا الشتاء راكم تشيتوا باطل الناس راهي فريده غيركم خلاوكم بتلتو الدراهم خسرتو الدراهم على ليزافريكا خسرتو دراهم كبار بالشيتا مي ولي ليزافريكا قال لك في بلادنا في لي بيان افريكا ما شيتوناش كيما الشيتا ما كناش حاجبين الشيتا في الجزائر كيما والله ليزافريكا خلعوا اللي يخدم بوست تاع مهابي في لاكاف تشيتو له خلعتو فيهم وقعدوا يمشوا فيكم بالكف ليزافريكا تاع لاكاف وهما في بلادهم ولا في افريقيا والله ما يقيمهم واحد. انا درت عدة كؤوس إفريقية وجو نتوما خارجين بين الدولاكا بالشيتا يقول لكم الشيء مربح لازم تكون قوي قوي في الكواليس عندك اتحادية قوية تدخل بيرو اكزيكتيف عندك كلمة نتاعنا عايش غي الو الو باب في الصطاد ما حلوش عليه هذاك بزاف. السيد راه متيقن بلي ما انا ما انا ما ما ديرونجاونيش انا الهضره تاع القجع والله ما ديرونجتني الخاوه كلام عادي وعادي 100% ما عنده حتى مشكل. السيد راه مكولز قال لك بلادي حتى هي انت تاني حنا كنا نهضوا اه حنا كنا نديروا الصاد تاعنا غادي نديروا به لا كوب دافريك كان الصاد تاع الدويره تيزي وزو ندو به كوب دافريك. السيد قال لك انا غادي بلادنا غادي تحصل على كاس افريقيا. السيد ما قالش بلي لا كاف عطاتني الكلمه بلي ندي لا كوب ما قالهمش راني فاريها في الكواليس. صح في الكواليس يهضر صح في عينتي قال لك اللي غادي بلادنا تحصل عليها راه يتمنى بلادها تدي لا كوب دافريك وغادي يديها سي لوجيك سي تري لوجيك حاجه فري عادي. انا ما نتشوكاش انا غير هاي الشيء اللي تشوكا اللي يامن الكذوبات ويامن بلي هو قوه ضاربه وقوه خارقه وقوه اقليميه امن راك تنضرب ضربه مور ضربه ومازال ما فقت يا هاي شو. يعني نقول لكم بلي كوب دافريك نسوها نسوها نسو صاي بغيتو بالماضي هيا تبعو بالماضي ما تجيش تنباع هنا وتبكي ودير ولقجع فيها ما قجع ما لقجع ما فاسد ما عمر بوزوار. انت ما عندكش الفساد انت في بلادك الرشوه لي زار بيت البالون تاع الاربيط راج حبوبه الناس تاكل سون بيتي لا زبزاف هايشه نقول لك لا مسكين شي مسكين. قلنا لكم بلي زبزاف سيتا هايشه زبزاف كان يقول بلي انا نقجع مين يلقاني
يموت يموت لك راه ودرع شني الضحك مين قالها لي واحد قال لي زبزاب قالها لي قال لي قبل ما يدي في دراسه ديروا عليه داك داك هذاك هذاك الكذب يتنفسه مسكين ني فوا يشوفني زبزاب يبان لي غير عايشه حشره وصاي جابت مسكين حاجه خلق الله اجي تقولوا لنا ياكم ضاع فيك الدواء المغرب والسيد نستعرب به قال والله السيد شنو وزير المنتدى تاع الماليه تاعهم قال بلي بون فاس نديرها في الدوزي هاي سي بون علاكم علاش نوضو لازم انا تنسحب ما تنسحبش سي بون قلنا لكم ما تحطوش كاع الدوسي في العام اللي فات في نوفمبر في 15 نوفمبر ما تحطوش الدوسي تاع الكونديتير راح لي انا صاحبي عبودي تصوروا بين ملف تاقين منا كيما ملف تاقين تاع كازاما تاع كوب ديمون مازال تبعوا التاقي وهاي شري امن عندي سطات تاع مونديلا عندي سطات تاع هايشي عندي سطات تاع وارن حانوا الشيطان لي غازون تاعهم مش واجدين ومع الاقل عندهم فار كاع في الشامبيونات تاع المغرب عندهم فار وي ماتش عندهم فار وما لي سطات تاع الناصرونات تاع المغرب كاع فيهم غازون ناتيرا كاع فيهم عشب عشب طبيعي انت ما با ما عندك عندك سطاد واحد ولا زوج شي عندك شي عندك شي لي سطات كاع مبلعين بالمعرفه باش يحلوهم تيديهم المقدس انا غير ما با 6 شهور كنت نستروسو في لي زيكيب تاع كوب دافريك تاع الجزائر كانوا يسوبوا في الصيف كوارث تنظيميه حبوب الكحله دومي فينال ديروها بلا فار فينال بلا فار دومي فينال ديروها بالفار حي حياه كبيره بعد لا فينال بلا فار ايوا هذاك مراه وين وتقول لك حنا دو انا ملف تاعي تاع ملف غير تصاور كاس بوستال عندهم حنا غير كارت بوستال غير تصاور جوجل جوجل فوتو بصح تينا والو ربي يجيب هذا ما بقول لكم خاوتي اخطونا حبابكم راكم غير تيرو واخطونا اخطونا ما هتهاش تاعكم لقزع ما غلط ما والو لم يخطئ السيد قال لكم انا السيد ما يقيمش موتسيبي موتسيبي هو اللي عيط له مون فريال ماي فريند فوزي هو يدلق له هو اللي يبارك له في العيد هو يدير له شي انت تقول لي عندك زبزاب صاي درتو زبزاب شبعوا به شبعوا بزبزاب تاعكم شبعوا بالهايشر السيد كيف ما يرضاش على روحه زين صاي بصحته ولا خاوتي هضرنا على هذا السوجي تاع القجاع غادي ان شاء الله نجي لكم سوجي اخرى ان شاء الله باذن الله نتكلموا على بني ويوي نتكلموا على انتخابات الكاف و... وعلى هادي كنقول لكم بلي لاسومبلي جينيرال غادي تحط راهي بنسبه كبيره غادي يدوها المغاربه لاسومبلي جينيرال قلعوها من البنين وغادي تلفزيها نيروبي ممكن احتماليه كبيره تلفزيها نيروبي وتديها المغرب هيا وانتم ما هادي ما نهضرش عليها تحيه لكم 1 2 3 في لاجيري